بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على أن نكون خير المتأدبين عندك وخير الفاعلين إيجابيا في خلقك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على اللئام. والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، ما قلت لبرميت، واعلم أن استعرف بالرب، واحنا حرر فيما نقول ونفعل ونظهر ونخفي ونمجر. اعمل اللي تحب، فسد كلمة تحب، قد تصلح ما اصلح كلمة تحب. برا وعندك القرآن يفضحك، سيدخل التقل يقول لك فما واحد كيمي متقي، وانا الروس الكبار خماج بتاع في الكرب، السياسيين ملوك والوزراء الموزرين والامراء الخايبين وكذا، والعياذ بالله. انا بالذات يقول لك احنا نحسن نصلح، بالله العظيم الا القله فيكم محسن، كما الملك خالد الله يرحمه، وملك اللي قبله لما جر عندهم شيء من الإصلاح، لكن البطانة كانت في بني صهيون، فكان فساد في قالوا المملكة السعودية، وهي لا سعودية، إلا كانت سعودية وقت اللي كان الملك فيصل رحمه الله، نذكره بخير لأنه قام بواجب كان وقتها له وزن كبير، حتى من زلزل أهل الكفر والطغيان والعربدة في العالم كله، بكونه من تيقن السلاح النفط أي الذهب الأسود له دوره في أن نلقم الأعداء، من أحجار من تدوا وتدوا وبعد رجعوا أكثر عدوانية علينا، لكن سنرفع العدوان حين يريد الرحمن، حين نلتقي مع الوحي كما يجب أن نلتقي معه، حتى ربي يصلح لنا حالنا عن طريق هذا الوحي الذي لا شك فيه. وعندئذ يغرينا الله بكم يا لئام من عرب وعجم، وسترون منا ما لم يكن في الحسبان. والسلام.